ابن الايه بالجون اللي انت قعدت تقول لي عليه جون المنتخب كابتن الف مبروك لا جون كبير العويس جون كبير ما انت انا ما جبتش سيف حد انا لا انت بتقول جون ايه العويس ما كانش موفق ما كانش موفق الف مبروك الاهلي يستحق الفوز والنتيجه الثقيله ويمكن كان ممكن تبقى اثقل من كده ولكن الاهلي كالعاده اشفق على الهلال السعودي شوف يا كابتن يعني اللي كان عنده شك ولو بسيط ان الاهلي الافضل في التاريخ اعتقد الان هيبصم صحيح. يعني دلوقتي هيبصم ان الاهلي هو الافضل في التاريخ صحيح. يعني حلو يعني كره القدم جميل يعني لازم صح. تعترف ان الاهلي هو الافضل في التاريخ افريقيا والوطن العربي النهارده كانت بطوله الحسم من وجهه نظر الشخصيه الاهلي النهارده يمكن مش عايز اقول يعني ضرب عصفورين بحجر او النهارده استفاد او 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 كسب مكاسب عديده ولكن النهارده كان ابلغ رد لان كان في تصريحات فيما قبل ان الاهلي خايف يلاعب الهلال السعودي في بطوله ما او بطوله السوبر يعني لا احنا ما بنخافش نلاعب حد ايا كان حجم ما احترامنا كامل للهلال وامكانياته وقدراته وشخصيه الهلال وان هو بطل اسيا تمام ونحترم الكلام ده بشكل جيد طبعا. لكن النادي الاهلي المصري ما بيخافش من حد الاهلي يعني واثبتت المقوله كابتن عادل بس انا هفكره ان هي له بعض الاقاويل خطا هو كان بيقول الاهلي بمن حضر وليس في كاس العالم الاهلي بمن حضر حتى في كاس العالم يا صحيح انا اعترفت بدي ورغم الظروف الصعبه كمان اللي احنا مرينا بيها ظروف صعبه جدا مزبوط. اصابات كتيره متعدده لعيبه جايه من اجهاد غيابات قابلتها انا اعترفت بيه عارف ليه لان انا كنت عايز ان النادي الاهلي ياخد الاول فعايزه يروح بكل نجومه طيب ده كان اول ماتش ماشي كابتن لا قبل كلنا نفسنا الاهلي طبعا ياخد الاول يا كابتن ولكن لما تضعك الظروف انك انت يبقى عندك تحدي كبير جدا 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 من فضل الله سبحانه وتعالى انك انت بتبقى قد التحدي في وقت كتير مظبوط المباراه النهارده يمكن الحمد لله هي اتسهلت علينا بشكل كبير عشان برضو ايه يعني نكون منصفين اتسهلت علينا هدف في اول 3 4 دقائق طرد ثم طرد تاني هدف تاني هدف تالت الماتش اتقتل بقيت بتلعب شبه تقسيمه بس انا كان يعني انا مبسوط طبعا بالمكسب مكسب كبير جدا يعني بتكسب الهلال 4-0 في بطوله كاس العالم للانديه اعتقد الرقم ده لن يتكرر يعني على مدار التاريخ حتى لو قابلت الهلال بعد كده 5-6 مرات الا في ظروف برضو استثنائيه ولكن كنت اتمنى المباراه تخرج بنتيجه اثقل من كده بكتير لان كنا نستحق ان احنا نكسب اكتر من كده وانا كذا يعني كان في هدف خامس وهدف سادس الحاجات الحلوه اللي التاريخ دايما بيفتكرها كابتن ايمن بنبقى طمعانين فيها أيوه. مش تقليلا من قيمه الخصم ولكن الظروف سمحت انك تشتغل كده الظروف راحت بيك انك ممكن تكسب 5-6-0 الظروف راحت بيك انك ممكن تعمل هيف سكور النهارده وتبقى نتيجه في التاريخ يذكرها التاريخ مدى الحياه مزبوط. لان الحاجات دي ما بتتكررش انت 6-1 للزمالك ما زلنا من 2002 النهارده بنتكلم في 2022 20 سنه تقريبا بنقول الاهلي كسب الزمالك 6-0 بس دي نتيجه كبيره نعم يا كابتن 4-0 دي نتيجه تقيله طبعا, طبعًا. سكور انا بقول يا كابتن انا بقول هيف سكور لا سكور طبعا انا بقول على فريق كبير فريق بطل اسيا لا ربنا ده. ربنا ما يكتبهاش على حد يعني لا انت النهارده كسبان انا بقول يا كابتن انا بقول ان النتيجه دي كبيره بتلاعب فريق كبير فريق جامد جدا خصم قوي جدا بطل اسيا عنده لعيبه محترفه بشكل كبير الظروف خدمتك انك تسجل اكتر من كده حتى القيمه التسويقيه بص القيمه التسويقيه للنادي الهلال كابتن فرقه تقيله فرقه تقيله جدا 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 طبعًا. فريق الاسماء طبعًا. اللي موجوده قدامنا اسماء كبيره جدا بس عايز اقول لك يا كابتن زي ما والكلام ده انا قلته ما بين الشوطين قلت لعيبه الهلال نازلين الملعب كسبانين يعني لمستهم للكوره في ال 18 هو بيستلم تحس انه نازل كسبان نازل يعني مش عايز اقول متعالي على الكوره بس عنده ثقه ازيد من اللازم يجوز من اداؤه الجيد قدام تشيلسي خد بالك وانت بتلعب كان عنده اداء لازم شوط تبقى حذر يا كابتن صح. شريف وانت بتلعب النادي كان عنده شوط هايل قدام تشيلسي طبعا شوط تاني كان هايل طبعا كان هايل هو ده اللي مديله وكان ممكن على فكره الاهلي يصل للنهائي يعني أيوة لو 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 كيبا ما كانش في افضل حالاته الماتش اللي فات حارس تشيلسي كان ممكن الهلال يتعادل ويكسب المباراه على فكره ان هم لعيبه امكانيات وقدرات عاليه جدا بس ده يديك درس انك انت وانت بتلعب الاهلي ما ينفعش تبقى مستهتر صح عملت ماتش قدام تشيلسي ماتش قوي محترم وكلنا احترمناك ورفعنا ليك القبعه لكن قدام الاهلي ما ينفعش تبقى مستهتر وكره القدم ما ينفعش تعلى عليها باي شكل من الاشكال لما الفرصه بتيجي للنادي الاهلي بيحسم على فكره بس واضح يا كابتن بلال كمان ان بدايه النادي الاهلي المباراه ديت
مختلف بالظبط مختلفه تمام بالظبط. انت ابتديت بشكل هجومي بالظبط، ابتديت انت الفعل، انت اللي ابتديت الليدنج من أيوه اول بالزبط. من اول المباراه مزبوط. علي معلول بيهاجم الناحيه دي، محمد هاني بيهاجم الناحيه دي، الثلاثي الضغط عالي، الثلاثي الامامي وسرعتهم على فكره. لما سالتني على مجدي قفشه قلت لك لا، هو 4 3 4 3 مش الافضل ان يلعب مجدي قفشه طرف من الاطراف، لازم يلعب واحد عنده سرعات، وده اللي عمله النهارده موسيماني. عشان كده كلنا اتفقنا قبل الماتش ان ده التشكيل الامثل للعيبه النادي الاهلي. يبقى عندك مساحات، وكانت موجوده المساحات النهارده زي ما اتكلمنا، وقلنا ان الفرق الكبيره بتسيب مساحات ورا ظهرها ورا الطرفين بتوعها. النهارده لقينا مساحات كتيره لعلي معلول يتحرك فيها، مساحات كتيره لطاهر محمد طاهر يتحرك فيها، مساحات كتيره لعبد القادر يتحرك فيها. كانوا النهارده الحقيقه يعني بيأدوا اداء رائع جدا واداء راقي جدا جدا. الاهلي النهارده اعتقد عمل كل حاجه في كره القدم. شوط من اعظم الاشواط اللي لعبها مزبوط. النادي الاهلي في تاريخه مزبوط. اعتقد يعني حتى في كاس العالم للانديه وبطوله افريقيا النهارده الاهلي كان بيعزف سيمفونيه في الشوط الاول. 3-0 تأدي اداء راقي جدا، الظروف ساعدتك مفيش مشكله، الطرد ساعدك زي ما انت بتقول يا كابتن. فعلا هي دي مثلا استغلال احدى المساحات ورا الخصم، المساحات اللي موجوده لطاهر محمد بالزبط. وهتلاقي الناحيه الثانيه لعبد القادر في مساحات، في مساحات موجوده مزبوط. او دي اللي اتكلمنا عليها صح. تمام، لكن كون ان الظروف ساعدتك، لكن انت قدرت تستغل الظروف اللي ساعدتك دي. ايوه قدرت ان انت ده. هما كمان خلي بالك قبل الطرد الثاني ده يمكن 10 1 2 3 4 5 قبل الهدف الاول. لا لا ده قبل الهدف الاول، دول 5 ودول 4 دول 9 كابتن. 10 ما انا بقول لك قبل الطرد الثاني. بالظبط. فالنهارده ساعدتك الظروف وطرد منهم 2 لعيبه، لكن انت قدرت تستغل ده بشكل كويس. ايوه هارد لك فرقه الهلال، فريق قوي فريق محترم، لكن مبروك للنادي الاهلي. صحيح. النهارده جيم من افضل يعني من افضل او شوط من افضل الاشواط اللي كلنا استمتعنا بيها الحقيقه، كره قدم ولعب واداء ونتيجه كل حاجه. حتى الروح القتاليه النهارده كانت موجوده من اول دقيقه لاخر دقيقه. صحيح. ممكن كنا نروح بالمباراه في حته ثانيه خالص مختلفه كمان مزبوط. كنا ممكن نروح فيها لستة وسبعة زي ما قلت، ولكن برضو مبروك للاهلي النهارده الحقيقه. رد على كل الناس، على كل الناس اللي كانت بتشكك في قيمه وامكانيات وقدرات النادي الاهلي، اخرس جميع الالسنه. بالظبط. انت النهارده بتتكلم زي ما قلت يا كابتن ايمن، اللي كان عنده شك بسيط ان الاهلي الافضل، لا النهارده الاهلي بيثبت بالفعل ان هو الافضل في التاريخ. صحيح. وزير الرياضه الدكتور اشرف صبحي بيهني النادي الاهلي بحصول